السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين من كل مكان وزمان، نرحب بكم في قناتنا المتواضعة ونرجو من الله عز وجل أن تنال على إعجابكم. ولكن عزيزي المشاهد، قبل أن نبدأ ويجب علينا التنبيه إلى بعض النقاط المهمة التي يجب أن تراعيها أثناء مشاهدتك لقناتنا. التنبيه الأول، أخي الكريم، لا تلهك المشاهدة عن ذكر الله عز وجل، فما بالك من أداء الصلاة فلا تؤخرها عن ميقاتها. التنبيه الثاني، عزيز المشاهد، إن ما تشاهده من محتوى منهوى أو مانجا أو حتى إنمي ما هو إلا من خيال مؤلف لا يمت للواقع بصلة، وخاصة الأمور العقائدية. هؤلاء الغرب لا يعظمون دينهم كما نفعل نحن، فانتبه أن يتشرب قلبك من هذه المعتقدات، فكن ذكيا. التنبيه الثالث، أخي الفاضل، نحن نبذل مجهود ضخم خلف الشاشة التي تشاهدنا من خلالها حتى يصل إليك المحتوى بهذا الشكل، لذلك لا تبخل علينا بعمل اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو، وأيضا مشاركتنا رأيك في التعليقات، فهذا يهمنا للتقدم للأمام إن شاء الله. وآخر شيء، حتى لا أطيل عليكم أكثر من هذا، لا تنسى ذكر الله عز وجل وأن تصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا. وبنشوف تشون غين وهو ينظر الى السيف الخاص بجيمو ويسحر به حرفيا، بيقول في نفسه ما هذا، هل هذا نصله؟ وبالفعل يبدأ بالاقتراب اليه ويمسك بهذا السيف، وفجأة قوة ما مظلمة تبدأ بافاقة جيمو من نومه، وفجأة بيستيقظ جيمو مذعورا وبيقول في نفسه اللعنة، ماذا حدث؟ لقد اخفضت من دفاعات، لم يمر الكثير من الوقت منذ ان دخلت الى عالم الموريم ولكني اخفضت من دفاعاتي، بالفعل ما زال لدي شوطا كبيرا لاخضع، يجب عليك التركيز جيمو وون. وفجأة بينظر الى تشون غين ويحمل سيفه وبيقول في نفسه اذا كان هو، انتظر، هل مس من قبل هالة زهرة الجليد؟ انه لا يتزحزح حتى، هل كان انت من جعلني استعيد حواسي مرة اخرى يا زهرة الجليد؟ انت حقا النص المسحور، تمهل، انه يمتلك نفس كي مالك الحانة، هل هو ربما يستخدم فن التحول؟ ولكن حتى لو كنت قد اخفضت من دفاعاتي كان يجب ان يكون قادرا على تمييز فن التحول مع حواس الكي خاصتي وحدها، ولكن كيف كنت ايضا غير قادرا على الكشف عن اثر الحبوب المنومة التي مزجت في طعامنا؟ اذا هل هو قطعا سيد فنون دفاع عن النفس؟ وبينظر الي جينو بيقول له على اي حال من تكون بحق الجحيم؟ فبيرد عليه بيقول له انا احد اعضاء القمر الاسود، منظمة سرية ماهرة في التسلل وجمع المعلومات، الاقمار الخفية، انا تشونغ ان من الرتبة الاعلى، رتبة السماء، قائد القمر الأسود لفرع شاسيون، ما يوليريون أمرتني بمراقبة رجل يدعى جين والعثور على معلومات تتعلق به. وبيصعق جين مو من سماع هذه الكلمات ويقول في نفسه هل هذا بسبب الكي المسحور؟ لما يجيب على أسئلتي بتلك الطريقة؟ القمر الأسود، ما يوليريون. فبيقول له جين حسنا فهمت، إذا دعنا نرى ما مدى معرفة القمر الأسود في مدينة جون ميونغ، بعض الناس مزقوا لأشلاء، هل تعرف أي شيء يتعلق بهذا الحادث؟ فبيرد على تشون غين قبل بضعة أيام بدأ بعض الناس المقبولين بالظهور في مدينة جون ميونغ وفقدوا عقولهم تماما وكانوا أقوى بكثير من البشر العاديين، كما أنهم لم يتمكنوا أيضا من التفريق بين عائلاتهم وأصدقائهم وهم يمزقونهم جميعا إربا إربا. التحالف السماوي المركزي وضائفة القبضات المحطمة قرروا أن سبب جنونهم هو نوع خاص من السم، واستدعوا أفراد النخبة من عائلة تانا، شخص ما قد نشر عمدا هذه السموم وكان هو من وراء حالة الاختفاء في مقاطعة يونام. حاليا يبحث القمر الأسود في هذه الحادثة من زوايا متعددة، لكن فجأة بيخترق جسمان غريبان المكان وبيهجموا على جيمو بشراسة، لكن في أقل من لحظة بيسحب جيمو السيف الخاص به من يد تشون غين وبيتراجع إلى الخلف بكل سرعة وخفة. وبنشوف تشون غين وهو قد استعاد وعيه وحرفيا بيكون مسعوق من الذي حدث، وبينظر إلى جيمو بيقول ما الذي حدث بحق الجحيم؟ وبنعرف ان الجسمين الغريبان هما الكلب والغراب الخاصين به. وبيقف امامه جينو بيقول له شون غين ذو رتبة السماء من الاقمار الخفية للقمر الاسود، لما لا نتحدث قليلا؟ وبنشوف شون غين وهو مصعوق من هذه الكلمات وبيقول في نفسه انتظر، ماذا؟ كيف له معرفة كل ذلك؟ لا يمكنني تذكر شيء واحد بعد ان امسكت بنصلي، هل كشف كل شيء لهذا الرجل؟ فقط ما الذي حدث لي بحق الجحيم؟ لقد انتهى امري بالفعل. وفجأة بيتعصب
يتعصب جدا وبيخرج أسلحته وبيصرخ وبيقول ما الذي فعلته لي؟ هل انكشفت أسراري؟ أنا عار على الأقمار الخفية، بعد أن أقتلك سأقتل نفسي، الموت وحده هو الذي سيكفر عن خطاياي. وبينظر إليه جين مو بيقول له هل أنت متأكد أنك لن تندم على هذا القرار؟ وبالفعل بنشوف تشون غين وهو بدأ بالصراخ الشديد وبيهجم على جين بكل قوته وبيقول أنا عضو في الأقمار الخفية، لن أندم على أفعالي. وبالفعل بدأ هجوم سريع جدا على جين مو، وبنشوف جين مو يتفادى هجماته الواحدة والأخرى بكل براعة وخفة دون حتى بذل أي مجهود في تجنب مثل تلك الهجمات الضعيفة. وفي أقل من لحظة بيوجه له جين هجمة من أسفله وتلقي به بعيدا، وقبل سقوطه على الأرض بينتقل جين بسرعة الضوء إلى أمامه ويقوم بلقمة جبارة حرفيا. وفي أقل من لحظة بيوجه له ركلة مرة أخرى إلى وجهه بقوة صاروخية حتى أنه يدوب في الهواء كالدمية الصغير لا حول له ولا قوة. وفجأة بيهجم عليه جين بلقمة مدمرة تسحق المكان بالكامل من حوله وتلقي به بعيدا، حتى أن الكلب والغراب الخاصين به ينظرون بتعجب شديد جدا لما يحدث لمالكهم. وبعد مرور برهة من الوقت بنشوف مون جونغ وهو بدأ في الاستيقاظ من نومه وبينظر بيلاقي جين وبيقول أخي الأكبر. وبيقول له جين حسنا استيقظت أخيرا، كيف تشعر الآن؟ فبيرد على مون جونغ ماذا أنا بخير، ولكن ما الذي حدث هنا بحق الجحيم؟ وبنشوف تشون غين وهو في وضع مزري جدا وبيقول حسنا من أين أتى وحش مثله؟ وبينظر إلى كلبه الخاص والغراب وبيقول تو وجي أيها الأوغاد عديم الانتماء، والآن أنا لا أصدق أنني في هذه الحالة المؤسفة، أسرع واقتلني أيها الشيطان. فبيرد على جيمو وبيقول له لا أحتاج إلى أن أقتلك بنفسي حتى الآن بعد أن كشفت كل أسرارك لي، ماذا تعتقد أن القمر الأسود سيفعل إذا اكتشفوا هذا؟ إذا حدث ذلك أنا متأكد من أنك ربما ستحاول الانتحار مرة أخرى، ومع ذلك لن تحتاج للقيام به. على الرغم من أن القمر الأسود يريدون معرفة المزيد عني، ليس لدي أي رغبة في معرفة أي شيء عن القمر الأسود، هنالك شيء واحد فقط أريد معرفته، الأشخاص الذين فقدوا في مقاطعة يونام، أريد أن أعرف من خلف كل هذا. فبينظر إلى تشونغين باستغراب شديد جدا وبيقول له ما الذي ترمي إلي؟ فبيقرب منه جيمو وبيقول له تعال معنا، إذا فعلت ذلك سوف أتيح لك جمع أكبر قدر تريده من المعلومات عني، ولكن في المقابل سيتوجب عليك إخباري بكل شيء تعرفه عن الأشخاص المفقودين حتى نكتشف كل شيء نريد معرفته من بعضنا البعض. لما لا نشكل تحالف؟ كيف يبدو هذا معك؟ وفي هذه الأثناء بننتقل إلى أحد المقرات الخاصة بطائفة القبضة الحديدية، وبنشوف شخمه وهو مسعور ويبدأ بالصراخ الشديد وقد تحول إلى شيطان بالفعل. وفجأة بيقول الشيخ تانخ إذن هذا هو الرجل الذي جن جنونه. فبيرد القائد إم نعم هذا صحيح، كنا قادرين على القبض عليه فقط بمساعدة سادة الدفاع عن النفس، فقبل أن يفقد عقله تماما كان قادرا على إخبارنا بهويته، يبدو أنه مخبر للسرية الحديدية. ما زلنا لم نتأكد من أن هذا هو الحال، ولكن ما رأيك في هذا أيها الكبير تان؟ فبيرد عليه تان وبيقول هذه ليست حالة جنون طبيعية، هذه الأعراض تبدو مشابهة للسعار. على أي حال يبدو أنني سأضطر للنظر عن كسب، هل ستتمكن من تخديره؟ فبيرد عليه القائد إم وبيقول لقد حقناه بالفعل ببعض المهدئات في دمه، ولكن لا يبدو أن لها أي تأثير عليه. فبيستغرب جدا الشيخ تانغ وبيقول حسنا إذا كانت المهدئات لا تعمل فهذا يعني أن أوردة الدماء قد تم تشويهها، هل كان هذا بفعل السم؟ حسنا من فضلك تراجع للوراء قليلا جنرال إم. وبالفعل بنشوف الشيخ تانغ هو يخرج أحد السموم الخاصة به وبيقول هذا سم مستخرج من جذور الدماء القابعة في الجزر الجنوبية، ليس فقط أنه يقلل من التعطش للدماء ولكنه يطئ الدماء كذلك، إنه مهدئ ممتاز لتخدير الناس. وبالفعل بنشوف هذا الشخص وهو يترنح بعد تلقيه جرعة من هذا السم، وفجأة بيسقط على الأرض مغشيا عليه. وبنشوف الشيخ تانغ وهو يدخل إليه وبيقول سأستخدم الآن فنون السم خاصتي، لذا ابقى عندك جنرال إم. وبنشوف الشيخ تانغ وهو بدأ بتجربة بعض الأمور على هذا الشخص وبيقول لا يوجد رد فعل، هذا يعني أنه ليس سما حيوانيا. فبيستغرب جدا جنرال إم وبيقول كيف اكتشفت ذلك؟ فبيرد على الشيخ تانغ وبيقول السم الذي استخدمه حاليا يتفاعل فقط مع السم الحيواني، كما ترى يمكن تقسيم السم إلى ثلاث فئات مختلفة، يوجد السموم الحيوانية وأيضا السموم النباتية وأخيرا السموم المعدنية. وبالفعل بنشوف هذا الشخص المسعور وهو قد تفاعل مع السم المعدنية
المعدني. وبيقول الشيخ تان: حسنا، اذا هنالك رد فعل مع السم المعدني. وبنشوف القائد ام وهو مذهول حرفيا من الذي يراه، وبيقول في نفسه: حسنا اذا كما هو متوقع من الكبير تان حائز 10,000 سم. لكن بنشوف الشيخ تان وهو مصدوم جدا، وفجأة بيقول: انتظر، هنالك شيء مريب حول هذا. وفجأة بنشوف هذا الشخص المسعور واخذ استفاق وعاد مرة اخرى وبدأ بالهجوم على الشيخ تانغ، واستطاع ان يمسك به، ولكن ابنة اخيه بدأت بالدفاع عنه وبتصغر بتقول: الى اين تعتقد نفسك ذاهب؟ وبنشوف الانساري وهو ممسكه بهذا الشخص المسعور محاولة تثبيته وتقييد حركته. وفي هذه اللحظة بنشوف اللورد ام ويستعد لتوجيه هجمة قاضية حرفيا بكامل قوته، وبيقول: ابتعدي عن الطريق رجاء ايتها الانسة الشابة. وبالفعل بيوجه له هجمة قاتلة حرفيا تلقي به بعيدا. وبنشوف الانساري وهي تنظر الى عمها وتقول: عمي هل انت بخير؟ فبيرد الشيخ تانغ بيقول: حسنا، لحسن الحظ لم تتضرر عظامي. على اي حال حتى لو كان مسموما بسم معدني فان اعراضه متطرفة جدا. وفجأة بنشوف هذا الشخص المسعور وهو ما زال على قيد الحياة على الرغم من تلقي لهجمة مباشرة من الجنرال ام، ولكن الجنرال ام استطاع السيطرة عليه. وبينظر الى الشيخ تانغ وبيقول: هل اصبت في اي مكان ايها الكبير تانغ؟ فبينظر الى الشيخ تانغ باستغراب شديد جدا وبيقول: السموم المعدنية تستنزف عادة حياة الشخص المتضرر وتجلب له الموت البطيء، ومع ذلك لم ارى قط حالة حيث يزيد السم المعدني من قوة الانسان بهذا الشكل المتفجر، كما انه يجعلهم يسقطون اكثر في اعماق الجنون. وفجأة بيصعق الشيخ تانغ هو الانساري وبيقول: ماذا؟ ما الذي يحدث؟ حتى ان الجنرال ريو ينظر الى هذا الشخص المسعور وهو بدأت الدماء تسيل من كامل جسده، وبيكون مستغرب جدا وبيقول: ماذا؟ هل ما؟ وبنشوف الشيخ تان وينظر اليه باستغراب شديد جدا وبدهشة وبيقول: سأعترف انك كنت قاسيا قليلا معه، لكن لا يبدو انك السبب في وفاته. كان ذلك بسبب الزيادة المفاجئة في قوته، ولهذا اعضاؤه الداخلية لم تكن قادرة على تحمل كل تلك القوة. على اي حال دعونا نأخذ الجثة الى مكان اخر ونجري تحقيقا شاملا، حتى لو استغرق الامر من الليل بالاكمل سأفعل كل ما بوسعي للكشف عن اصل هذا اللغز. لكن يجب ان احذرك الان، هنالك شيء كبير بشكل لا يمكن تصوره يحدث. وبنشوف الانساري وهي مصدومة جدا من الذي تراه وبتقول: ما هذا؟ فقط ما الذي يجري في هذا المكان بحق الجحيم؟ وبينتقل بنا المشهد الى صباح اليوم التالي، وبنشوف جين مو يتمشى في سوق المدينة ومعه مون جونغ وايضا شون غين وهو متخفي في احد الشخصيات. وبدأ جين مو بتفقد احوال التجار والسوق، وبنلاحظ ان شون غين ينظر الى جين مو باستياء شديد ويقول في نفسه: كيف لشخص مثلي من رتبة قسم سماء الاقمار الخفية للقمر الاسود ان ينتهي به الحال هكذا؟ ليس فقط انني افسدت مهمتي، بل وانتهى بالمطاف بالسفر مع هذا الرجل ايضا. اذا اكتشف القمر الاسود حول هذا الموضوع فلن تكون الكلمات قادرة على وصف مقدار العار الذي سأواجهه. الامر تماما مثل ما قالت قائدة الفرع ماي والريونغ، انه ليس بزميل عادي. ليس هنالك الكثير من فناني الدفاع عن النفس الشباب الذين بامكانهم حتى التنافس ضدي، فقط السماوات السبع الدنيا بامكانهم فعل ذلك. وفجأة بنلاحظ ان مون جونغ يرمقه بنظرات حادة جدا وكثيرة، فبيتعصب جدا شون غين من هذه النظرات وبيصفي بيقول: ماذا بأسا لك؟ هل انا قرد سيرك بالنسبة لك؟ فلتكف عن التحديق بي بهذه الطريقة. وبنشوف مون جونغ سعيد جدا وبدأ بالضحك ويشير اليه ويقول له: انا اسف حقا، الامر فقط انك مثل للاهتمام، ولكن هذا الوجه خاصتك، هل هو وجهك الحقيقي؟ فبيبدأ شون غين بالتباهي عليه والتفاخر بيقول: هل تعتقد ان بامكاني تغيير وجهي فحسب؟ يمكنني تغيير جسدي بالمثل ايضا، ونفس الامر بالنسبة لملابسي. لقبي ليس للعرض فقط يا فتى، انا سيد التحولات العشر، هل فهمت الان؟ وبالفعل بنشوف مو جونغ مبهور جدا بالذي يقوم به شون غين، لكن بينظر مرة اخرى شون غين الى جين مو وبيقول في نفسه: المشكلة هي هذا الرجل، منذ ان امسك برياح تحولي الاولى ويبدو انه يدرك على الفور من اكون بصرف النظر عن التحول الذي استخدمه. بئسا، لقد اقحمت نفسي في موقف صعب حقا، جئت هنا لمراقبة هذا الرجل، ولكن بالتفكير بانه سينتهي بالمطاف بان اراقب من قبله، كان كل هذا بسبب هذا النص الغريب خاصته. لو لم امس بواسطة ذلك النص فقط لكانت الامور اصبحت مختلفة. وفجأة بياخد باله جيمو من امر ما وبينظر الى سيفه الخاص وبيقول: لما تتفاعل مرة اخرى يا زهرة الجليد؟ انه نص مسحول حيث لا يستطيع اي شخص استخدامه سواي. شون غين هو سيد فنون دفاع عن النفس، لا يمكنني ان اكون متراخي امامه. هو ايضا شخص
لا يملك قوة عقلية ضعيفة، ولكن ما فاجأني هو حقيقة أنه استحوذ عليه بسهولة من قبل هالة زهرة الجليد المسحورة. يا له من نصل مسحور قوي بحوزتي. ولكن منذ أن وصلنا إلى مقاطعة يونان، هذا النصل كان أكثر قلقا من أي وقت مضى. كما يبدو أن الكلمة مسحور قد أصبح أقوى كذلك. وفجأة بيتذكر جين مو الكلمات التي قالها له السيد هان حينما أعطاه تلك الصخرة ويقول له: حصلت على ذلك عندما ذهبت إلى مقاطعة يونام. لقد كانت صخرة سقطت من السماء، وقبيلة معينة كانت تعبدها ككائن مقدس، ولكن تلك القبيلة قد ذبحت بالكامل، لذا الصخرة لا تنتمي لأي شخص بعد الآن. وبيقول جين مو في نفسه: هل هذا لأننا قريبين من مصدره؟ سأحتاج أن أوفر بعض الوقت لزيارة المكان الذي كانت تقيم فيه تلك القبيلة. على هذا النحو سيصبح الكل مسحور قوي جدا بالنسبة لي لأتعامل معه. هنالك فرصة حتى أنني قد أفقد عقلي لهذا النصل. أحتاج إلى توخي الحذر أكثر من ذلك. وفجأة بيقف جين مو أمام أحد تجار الأسلحة وبينظر إلى الأسلحة المعروضة باستغراب شديد، وفجأة بيقول لهذا التاجر: هل هنالك شيء ما تريده؟ فبيمسك جين مو بأحد السيوف وبيقول له: ليس سيئا، إنه فقط بحاجة إلى بعض الصقل. فبيبدأ التاجر بالضحك وبيقول له: يا فتى، لقد اخترت سلاحا جيدا بالفعل، سيكون هذا بخمس قطع فضية. فبيرد على جين وبيقول له: ماذا؟ خمس قطع؟ إنه مكلف جدا. فبنشوف تشون غين وهو ينظر إليه باستغراب شديد وبيقول: ماذا؟ ما الذي يعرفه هذا الشخص عن الأمصال؟ فبيرد على موجونغ باستغراب وبيقول له: حسنا، كما ترى عندما كان الأخ الأكبر صغيرا تعلم الحدادة، لهذا السبب شكل نصله الخاص. فبيصدم جدا تشون غين من هذا الأمر وبيقول: ماذا؟ لدي معرفة بالحدادة كذلك؟ بالتفكير أنه أولد هذا النصل المسحور، فقط من يكون هذا الرجل بحق الجحيم؟ وبنشوف هذا البائع وهو بيقول له: مكلف؟ إذا كنت لا تستطيع تحمل ذلك غادر إذن. وفعلا بنشوف جين مو يترك السيف وبيقول له: حسنا، حظا سعيدا في مبيعاتك، وبيبدأ بالرحيل. لكن فجأة بيبدأ هذا البائع بالركض إلى جين وبيقول له: انتظر رجاء، تمهل لحظة، قطعتان فضيتان، هذا أقل سعر يمكنني تقديمه لك يا سيدي. فبينظر إلى جين مو بيقول له: إذا كان بإمكانك إخباري من أين حصلت على هذا النصل سأعطيك ست قطع فضية. فبيسعد جدا هذا التاجر وبيقول له: ماذا؟ حسنا، من الأفضل ألا تتراجع عن كلماتك. قبل بضعة أشهر عندما انفتح السوق السوداء، الكثير من الأسلحة الاستثنائية أصبحت متاحة للعامة. هذا هو المكان الذي جاء منه هذا النصل الصلب. معظم التجار في مدينة الياشم حصلوا على منتجاتهم من السوق السوداء. أخي الأكبر يجب أن يعرف موقع السوق السوداء. هل تريدني أن أتقصى عن هذا الأمر لك أيضا؟ لكن بنشوف تشون غين ومصعوق جدا من الذي يحدث، بيقول في نفسه: ماذا؟ حسنا، كل شيء يبدو منطقيا الآن. وفجأة بيقول: حسنا، أنا أعرف أين تكون هذه السوق السوداء. فبينظر إلى جيمو بيقول له: حقا، من الجيد سماع هذا. وبالفعل بيشتري جيمو هذا السيف من هذا الرجل ويتركه وبيذهبه. وفجأة بيعطي جيمو السيف إلى السيد تشون غين، وفجأة بيقول له: تشون غين، انتظر، هذا النصل ليس شائعا في مقاطعة يونام، لقد صنع خارج هذا المكان بلا شك. فبيقول له جين: هذا صحيح، على الأرجح أنه تم تشكيله في البر الرئيسي، ربما في المناطق الشمالية من مقاطعة هونام. بعد التجول والبحث السوق لاحظت أن معظم الأسلحة كانت من البر الرئيسي. من الصعب بالفعل على التجار الأجانب الدخول إلى مقاطعة يونام، وبالتالي فإن حقيقة وجود الكثير من الأسلحة الأجنبية في هذه السوق أمر غير عادي. وبنشوف تشون غين هو مصعوق جدا من الذي يحدث، وبينظر إلى جين وبيقول في نفسه: يا له من رجل مذهل، هل ذلك ما كان يحاول معرفته عندما كان يتجول في السوق لاحقا؟ وفجأة بقطع تفكيره مون جون وبيقول له: انتظر، لما هذا مهم؟ هيا اشرحوا ذلك لي الآن. فبيعطيه تشون غين السيف وبيقول له: حسنا، خذ هذا الآن، هل رأسك مجرد ديكور؟ استخدم عقلك ولو لمرة واحدة يا فتى. عندما تظهر الكثير من الأسلحة التي عادة لا تتواجد في مقاطعة يونام، ماذا برأيك أن هذا يعني؟ هذا يعني أنهم حصلوا على هذه الأسلحة من مكان آخر، صحيح؟ إذا كان هذا هو الحال، فمن الآمن أن نفترض أن هذه الأسلحة استخدمت على الأرجح من قبل التجار والحراس المفقودين، ولذلك لابد أن المسؤولين على اختفائهم قد أخذوا منهم هذه الأسلحة وباعوها للسوق السوداء. هل تفهم الآن يا فتى؟ وفعلا بنشوف موجون غو مصدوم جدا من معرفة تلك الحقائق. لكن بنشوف تشون غين وينظر إلى جيمو مرة أخرى وبيقول في نفسه: هذا الرجل إنه ليس ماهرا في فنون الدفاع عن النفس فحسب، بل يتمتع ببديهية غير عادية كذلك. وفجأة بيقول لهم جيمو: حسنا، نتجه نحو السوق السوداء. وبالفعل بنشوف ثلاثتهم هم يتجهون إلى السوق السوداء الخاصة بمدينة يونان، وتعلو عينيهم نظرات الغضب الشديدة من الوضع الحادث في البلاد. وبينتقل بنا المشهد إلى السوق السوداء في مساء هذا اليوم، وبنشوف مجموعة كبيرة من الناس مجتمعين على فراش بالكثير من الأسلحة،
وبنكتشف وجود مجموعة من أفراد عصابة القمر اللازوردي. وبيقول رئيس المجموعة: هذه الأسلحة في حالة ممتازة، الأسعار هي نفسها كالمرة الماضية، من يريد شراء واحدة فليتقدم خطوة للأمام. بالفعل بنشوف أحد الحاضرين وهو شخص ملثم يتقدم إلى الأمام وبيقول: هل هم حقا في حالة ممتازة؟ هل يمكنك أن تخبرني من أين حصلت على هذه الأسلحة؟ فبيرد عليه هذا الشخص بيقول له: لا تطرح أي أسئلة، إذا كنت قلقا لهذه الدرجة لديك دوما حرية المغادرة. فبينظر إلى الشخص الملثم وبيقول له: كما ظننت أنت لم تحصل عليها بطريقة سليمة. فبيستغرب جدا قائد هذه المجموعة بيقول: ماذا؟ ما الذي قلته للتو أيها اللقيط؟ وفجأة بيظهر هذا الشخص الملثم وجهه الشيطاني وهو يضحك بشدة وبيقول: وأخيرا أمسكت بذيولكم أيتها الجرذان الحقيرة. وعند رؤية ذلك يبدأ قائد مجموعة القمر اللازوردي بالصراخ على أتباعه بيقول: اقتلوا الجميع وهربوا الآن. وبالفعل في أقل من لحظة بنشوف أفراد مجموعة القمر اللازوردي وهم يهجمون على جميع الحاضرين ويقتلوهم الواحد تلو الآخر بدون أي ذرة رحمة. وتبدأ الجثث بملء المكان والدماء تسيل في جميع الأرجاء. وفجأة بينظر هذا القائد إلى الشخص الذي أمامه بيقول له: من تكون بحق الجحيم؟ فبيبدأ هذا الشخص بالضحك الشديد وبيقول له: مرحبا يا أشباه الجرذان اللقطاء، هل سمعتم قبلا عن العرافين من قسم استطلاع طائفة القبضات المحطمة؟ فبيصعق جدا هذا الرجل من سماع هذا الاسم وبيقول: قسم استطلاع طائفة القبضات المحطمة؟ وبنشوف هذا الشخص الملثم وقد كشف عن هويته بالكامل وبيشير إليه وبيضحك بشدة وبيقول: هذا يعني أنكم يا رفاق قد انتهيتم بالفعل، من أخبركم أنه لا بأس من القيام بهذا الهراء في منطقتنا؟ أنتم الآن محاصرون بالكامل وقد وقعتم في مصيدتنا أيتها الفئران. وبالفعل بنشوف أفراد مجموعة القمر اللازوردي وهم محاصرون بالكامل. فجأة بنشوف قائدهم وهو يصرخ بشدة وبيهجم بكامل قوته على هذا الشخص، ولكن في أقل من لحظة بيوجه له هذا الشخص هجمة تصيبه بشكل مباشر وتحطم المكان من قوتها. وبينظر إلى هذا الشخص وبيقول له: توقف عن العبث، إذا لم تكن تريد الموت أسرع وأفصح عن كل ما تعرفه. لكن في أقل من لحظة بيبدأ هذا الشخص بالهرب من المكان وبيقول قائد العرافين: حسنا أتعتقد أن بإمكانك الهرب يا فتى؟ وفجأة بيبدأ في الصراخ في جميع أنحاء المكان وبيقول: أيها العرافون اقتلوا جميع اللقطاء هنا وامسكوا بهذا الرجل الذي يحاول الهرب، إذا لم تستطيعوا معرفة من هو الذي في جانبهم اقتلوهم جميعا، وهذا يشمل الشيوخ والنساء والأطفال كذلك، لا تترددوا في القتل، يمكن التستر عليهم جميعا. هذا هو الأمر الذي أعطي لنا من قبل زعيم العرافين، باشروا في الحال. وبالفعل بنشوف أعضاء العرافين وهم ينتشرون في جميع أرجاء المكان ويقتلون كل ما تقع عليهم عيني. وامتلأ السوق بالكامل بالدماء المراقة. وبينتقل بين المشهد إلى أحد القصور المجاورة لهذا السوق، وشخص ما ينظر بيقول: ما هذا؟ رجل عجوز يرمي بالسكاكين بينما الخادمة تقاتل بسكين المطبخ. وبنكتشف أن هذا الشخص هو بيونخ وبينظر إلى هذه المجزرة حرفيا وبيقول: إنه وضع حيث لا يمكننا القول من هو المدني الطبيعي ومن هو الغير مدني. في مثل هذه الحالات من الأفضل اعتبار الجميع عدو وقتلهم جميعا. متى تسلل الأوغاد مثلهم إلى مقاطعة يونام؟ كيف يجرؤون على التآمر في الأراضي التي يحكمها طائفة القبضات المحطمة؟ إذا كان التجار الذين دخلوا إلى مقاطعة يونام قد فقدوا منتجاتهم فقط، ما كان الأمر ليشكل قضية كبيرة، ولكنهم تسببوا في تعرض ثقتنا وسمعتنا لضربة قوية. وقد أعطى هذا التحالف السماوي المركزي ذريعة للدخول إلى مقاطعة يونام. هذه هي الأرض المقدسة التي كسبتها أنا ومولاي عندما خن الطائفة السماوية الشمالية. لقد بذلنا قصاري جهدنا لكي نبقي التحالف السماوي المركزي بعيدا عن هذا المكان، ولكن الآن كل ذلك على وشك الانهيار. وبيتذكر ما قاله له قائد الطائفة القبضة الشيطانية حينما قال له: تأكد من معرفة من هم هؤلاء الأوغاد وقم بذلك قبل أن يصل التحالف السماوي المركزي إلى مكاننا. يجب علينا حل هذه المسألة بأنفسنا حتى لو عنا ذلك أن نمحو مدينة اليشم بالكامل من الوجود. اقتل كل من قد ساعد أو تعاون مع هؤلاء الأوغاد. وبنشوف بيونغ وهو ينظر إلى تناثر الدماء في جميع أرجاء المكان وبيضحك بشدة وبيقول: أجل يا مولاي، كزعيم للعرافين أنا بيونغ سأفعل كل ما بوسعي لاستعادة شرف طائفة القبضات المحطمة المجيدة خاصتنا. أرجوك لا تقلق يا مولاي، كل شيء سيسير وفقا لخطتنا في النهاية. وبعد مرور برهة من الوقت بنجد أن السوق بالكامل يعم بالجثث المقطعة أشلاء وملقى على الأرض، والدماء تعم جميع أرجاء المكان. وفجأة بيدخل جين مو
جنون ورفاقه إلى السوق، وحرفيا بيكونوا مذعورين جدا مما يروا ومسعوقين من الوضع الحادث أمامهم ومن رؤية كل تلك الجثث المقطعة إلى أشلاء على الأرض دون أي تمييز أو رحمة أو ترك أي أحد ما زال على قيد الحياة. وفجأة بيقول تشون غين: ما هذا؟ هذا شنيع بالفعل، إنها مذبحة بالكامل، ماذا ينبغي أن نفعل؟ أعتقد أننا كنا متأخرين للغاية. لكن بنشوف جين مو وهو قد اشتعلت عينيه بالغضب الشديد مما يراه ومن مدى الفساد الذي قد وصلت إليه هذه البلاد. والهنا عزيزي المشاهد بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، أتمنى أن تكون نالت على إعجابكم، وما تنسوش تنتظروا الحلقة القادمة إن شاء الله وأن تشاهدوا الحلقات السابقة لنا، وما تنساش ذكر الله عز وجل وتصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتشاركنا برأيك في التعليقات وعمل لايك للفيديو، ولا تنسوا أننا نقوم بأقصى ما في وسعنا لنقدم لك المحتوى بأفضل طريقة ممكنة، وأن تسامحنا من أي خطأ أو تقصير قد بدر منا. وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.